السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في المدى مراقبون، جهات سياسية تدعم الخارجين عن القانون في ميسان. وفي الزمان، تظاهرات في بغداد تطالب بتغيير المنظومة السياسية ومحاسبة رؤساء المحكمة الاتحادية. وفي العربي الجديد، إصابات بقمع مسيرات ضد الاستيطان في الضفة، وأهالي بيتا يتصدون لمحاولات اقتحام جبل الصبيح. وفي القدس العربية، الشرطة الكندية تباشر إخلاء شوارع أوتاوا من المحتجين. وفي إيكونوميست، الركود الاقتصادي نقطة ضعف الرئيس التونسي والمعارضة ضعيفة لتتحداه. وفي فورين أفرز، انتصار أجوف لطهران في الشرق الأوسط. وفي فورين بوليسي، معارضة من الأمم المتحدة وداخل إدارة بايدن لتصنيف الحوثيين كحركة إرهابية. يقول الكاتب حسين صالح السبعاوي إن الاحتلال الأمريكي والإيراني استهدف كافة مفاصل الدولة العراقية وكل مكوناتها المجتمعية، حتى وصل استهدافه إلى الأسرة التي تعاني أصلا من الظلم والتشريد وفقدان لرب الأسرة بسبب الإخفاء القسري أو الاعتقال العشوائي، مما جعل الأسرة تدفع الثمن غاليا وتكون هي الضحية، سواء الأم أو الأبناء. وقد تعددت أساليب الاحتلال وأدواته من الحكومات المتعاقبة بهدف تفكيك الأسر أو تشريدها، سواء في المهجر أو في مخيمات النزوح أو حتى داخل الوطن. التهجير. لم يشهد شعب من شعوب المنطقة العربية عملية تهجير كما هو الحال في تهجير أبناء الشعب العراقي، وقد انعكس تأثير هذه الهجرة على الأسرة بسبب ما تلاقيه من سوء معاملة وعنصرية من قبل حكومات الدول الأخرى وأنظمتها السياسية. ولأن ثقافة الشعوب تختلف من دولة إلى أخرى ويصعب الانصهار داخل الشعوب غير المسلمة، فقد عانى العراقيون في المهجر الكثير من أجل الحفاظ على أبنائهم، وهذا ما نشاهده اليوم في السويد وبقية الدول الأوروبية من سحب أبناء المهاجرين من الوالدين بحجة عدم إتقانهم تربية أولادهم. وهذا السحب ما هو إلا عملية خطف للأطفال بطريقة مقننة، حيث تقوم مؤسسة وسوسيال بسحب أبناء المسلمين من والديهم واستهداف قيامهم وعقائدهم الدينية، أي تكون هي الوصية عليهم بدل وصاية آبائهم وأمهاتهم. هذا حال من يصل إلى الدول الغربية والأوروبية التي تدعي حماية حقوق الإنسان. أما البقية ممن لم يستطيع الوصول إلى بلاد المهجر، فالكثير منهم قد غرق في البحر أو قتلتهم قوات حدود الدول التي يريدون الهجرة إليها، كما حصل ويحصل على الحدود اليونانية. فلا يمر يوم إلا ونسمع في نشرات الأخبار عن وفاة أو مقتل مهاجرين على الحدود اليونانية البرية منها والبحرية. ولولا الاحتلال وحكوماتهم لما عانت الأسر العراقية كل هذه المعاناة، وما تعرضت لكل هذه المخاطر لتصبح بلا وطن تعيش فيه ولا مهجرا يؤويها. لم يشهد العراق قبل الاحتلال الاعتقالات العشوائية والخطف والإخفاء القسري، بينما الآن يعيش العراقيون بين التهجير والاعتقال العشوائي والخطف والنزوح، وهذا حال الملايين من أبناء الشعب، حيث تركوا خلفهم أسرا كاملة من زوجة وأولاد بلا معيل ولا موجه. ومهما تكن ولاية الأم وقدرتها على تحمل المسؤولية، إلا أنها تبقى أقل بكثير من ولاية الأب على الأسرة الذي له القوامة والهيبة على الأبناء،
فقد أدت هذه الانتهاكات إلى تفكك الأسرة وتشريد أبنائها واستغلالهم من قبل تجار المخدرات وأصحاب السوابق من المجرمين، إضافة لتجنيد بعضهم في الميليشيات من أجل الحصول على لقمة العيش. ونبقى مع الكاتب حسين السبعاوي في مقاله في مركز رسام حول استهداف الأسرة العراقية من قبل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. هناك حالات أخرى تستهدف الأسرة غير الانحراف وتعاطي المخدرات، وهي القتل الذي كثر في الآونة الأخيرة بين الأزواج. فكثيرا ما نسمع أن رجلا قام بقتل زوجته أو زوجة قتلت زوجها، وكذلك بين الآباء والأبناء أيضا. لم تكن الأسرة العراقية بهذا الحال من الانحراف والتشريد ما قبل الاحتلال، بل كانت القيم والمبادئ والعادات والتقاليد الحسنة هي السمة العامة للأسرة العراقية، وكان الأب هو القدوة لأبنائه وقوامته ظاهرة على جميع أفراد أسرته. كانت الأم العراقية هي من تنشئ الرجال وتربي أبنائها على الأخلاق والفضيلة. لم يكتفي الاحتلال الأمريكي والإيراني بالاستهداف العسكري وتدمير البنية التحتية للدولة العراقية ونهب خيراتها، بل استهدف القيم والأخلاق الإسلامية السامية التي يتحلى بها الشعب العراقي، وهذا غزو فكري إضافة للغزو العسكري، حيث تم نشر الأفكار المنحرفة ونشر الرذيلة والتشجيع عليها من خلال ممارسة الخيانة الزوجية والترويج لها على أنها حرية شخصية، إضافة لترويج المخدرات بين أبناء الأسر العفيفة بالدرجة الأولى حتى أصبحت ظاهرة بين أبناء الأسر، ووصل الكثير منهم إلى درجة الإدمان عليها، لا سيما أن المروجين لها من أصحاب النفوذ والسلطة أو المدعومين من قبلهم. وقد نتج عن هذا التفكك كثرة الطلاق وتشرد الأبناء. وقد نشر مجلس القضاء الأعلى في العراق تقريرا ذكر فيه عدد حالات الطلاق لشهر كانون الثاني عام 2022 فقط، فقد بلغت 6486 حالة. ولو افترضنا أن معدل حالات الطلاق شهريا هي 6000 حالة، فمعنى هذا أنه سيكون 72000 حالة طلاق سنويا. يعني خلال 5 سنوات القادمة سنجد أكثر من 350000 عائلة مشردة بسبب حالات الطلاق. أضف إلى ذلك الأرامل والأيتام الذين فقدوا آبائهم بسبب القتل والإخفاء القسري والخطف وغيرها. إن استهداف الأسرة العراقية من قبل الاحتلال وأدواته لم يكن اعتباطاً، بل هو أمر مخطط له بدقة وعناية. كان لأدوات الاحتلال الدور البارز في تنفيذ هذا المخطط القذر ضد العراقيين. يشهد العراق انتشاراً كبيراً لتجارة المخدرات بشكل مخيف، خاصة في المناطق التي استعيدت من سيطرة تنظيم داعش بعد الحرب الأخيرة وسيطرة ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران على تلك المناطق بشكل كبير، تتمتع بنفوذ واسع في البلاد، ومن بينها ميليشيا حزب الله. نستمع إلى جزء من تقرير نشرته وكالة يقين العراقية للكاتب صهيب الفهداوي. دوليا يتورط حزب الله اللبناني في تجارة الكبتاغون، وهذا مثبت في مناسبات عديدة، آخرها ضبط المملكة العربية السعودية كميات من أقراص الكبتاغون في شحنة فواكه الرمان القادمة إليها من لبنان. ولم يمض وقت طويل حتى إعلان اليونان ضبطه كمية أخرى تقدر بأربعة أطنان من الحشيش في آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا. وكانت السلطة الإيطالية قد كشفت في شهر يناير الماضي أنها تمكنت من ضبط نحو 15 طنا من الكبتاغون. تبين أن حزب الله اللبناني وراءها بحسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.
وبينما العراق يغرق في مخدرات حزب الله، تحول أحزاب سياسية عراقية موالية لإيران من أي محاولة لردع حزب الله ونشاطات التي لا تخضع لأي سيطرة عراقية. ومن جهته أكد عضو الميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل أن ميليشيا حزب الله تمارس زراعة المخدرات في مدينة القائم غربا عبر سيطرتها على أجزاء من أراضي ناحية الرمانة بمحاذاة نهر الفرات، واستخدمت أراضي البوكمال في الداخل السوري التي تتداخل مع القائم أيضا مقرا ثانيا للزراعة. وبسبب سيطرتها على الحدود فإنها تستقبل شحنات المواد المخدرة من لبنان بكميات كبيرة وتعمل على إدخالها إلى العراق عبر محافظة الأنبار، وتعد النقطة الحدودية في القائم العراقية مقراً لقيادة تهريب المخدرات وتوزيعها على مستوى المنطقة. وأضاف التقرير أن القوات الأردنية أحبطت إدخال ملايين الحبوب المخدرة إلى أراضيها وقتلت عددا من المهربين، لأن حزب الله اتخذ من المثلث العراقي الأردني السوري غرفة عمليات متقدمة لتجارة المخدرات، ومقر هذه الغرفة في قاعدة الإمام علي في دير الزور تحت إدارة الحرس الثوري الإيراني. في الرياضة، كتب عمار ساطع مقالا في صحيفة المدى حول الملاعب العراقية. بينما كان الجميع يحتفل بافتتاح الصرح الكروي الجديد بنادي الزوراء، زعيم الأندية العراقية تتويجا بالألقاب عبر تدشين الملعب الذي طال انتظاره طويلا قبل أن يرى النور بعد عقد كامل من الزمن في العمل به، فإن سؤالا مهما تبادر إلى الأذهان: ماذا عن أنديتنا الجماهيرية من تلك التي تمتلك قاعدة عريضة من المشجعين والمؤازرين والمحبين، لكنها للأسف الشديد لم تتمكن حتى الآن من بناء ملعب يمكن فرقها من اللعب فيه؟ من المؤسف حقا أن نصل إلى مرحلة نطالب فيها مجالس إدارات أنديتنا الرياضية بالتفكير في وضع استراتيجية لبناء ملعب أو رسم خطط بعيدة المدى من أجل التأسيس لبناء ملعب كرة القدم نظامي يبهر الحاضرين ويقنع القائمين، ليكون ضمن أولويات البحث عن التاريخ الذي يجب أن يبدأ سواء اليوم أو غدا، ليثبت للجميع أن الإنجاز ليس إنجاز الانتصار بل الإصرار والتحدي، عنوانا لإدارات الأندية في تحقيق الأهم وهو بناء الصروح والتباهي أمام الآخرين والتأسيس لقاعدة رصينة، بدلا من جلب محترفين ودفع الأموال أو تغيير المدربين وتسعيرهم بمبالغ عبر سماسرة ووسطاء أهمهم بعيد كل البعد عن الواقع الذي يفترض أن يكون. لقد أثار الخبير الكروي الأكاديمي نزار أشرف النجم الدولي الأسبق أثار فينا جميعا في أثناء تحليله الفني لمباراة الزوراء والديوانية في افتتاح الملعب الكثير من الشجون، ووضع يده على العلة بطريقة ذكية، فهو تعامل في أثناء حديثه مع ما يحدث من قصور إداري واضح من إدارات الأندية مع منشآتها ومقارها، في إشارة إلى افتتاح ملعب الزوراء الذي يفترض أن نراه مع أندية عريقة وكبيرة مثل القوى الجوية والشرطة والطلبة وغيرها من أندية كان وجودها يمثل عمقا من حيث التنافس مع أقوياء الأندية المعروفة، أو ربما كانت مشاركتها تعد بعدا مميزا وكان حضورها مميزا بهويتها وأسماء لاعبيها ويعطي نكهة وحلاوة للمنافسات. والسؤال الأهم: هل يعقل أن يبقى ناد مثل القوى الجوية أعرق أندية العراق، حيث تأسس عام 1931 بملعب يحاكي تاريخيا أو يحاكي تاريخا قصيرا لا يصل إلى درجات طموح أنصار الصقور، وكذلك الحال ينسحب على نادي الشرطة الذي هدم ملعبه، وكذلك الحال أيضا ينسحب على نادي الطلبة، فملعبه الذي بني في زمن عبد السلام القعود ما يزال بعيدا عن احتضان المباريات ويظهر بشكله غير الأنيق الذي يفترض أن يليق بالأنيق.
تحدث الكاتب البريطاني ورئيس تحرير موقع ميدل إيست آي دافيد هيرست عن سبب اختيار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاوض مع الغرب من خلال التحشيد العسكري على الحدود مع أوكرانيا. وأوضح في مقال على موقع ميدل إيست آي أن نظرة بوتين بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد وبأن أوكرانيا ليست بلدا منفصلا تعود إلى جذوره أو تعود جذوره داخل جهاز المخابرات السوفيتي الكي جي بي. لذلك فقد وصف انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أعظم كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. إذا كنت ممن يقبلون برواية أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يختزل في أنه حرب مستمرة بين شرق مستبد وغرب ديمقراطي، فينبغي عليك أن تنضم إلى جيش من صناع الأساطير. فالعلاقة بين الروس والأوكرانيين معقدة ومتشابكة، ومن ورائها تاريخ طويل، تماماً كما هو حال العلاقة بين الإنجليز والأسكتلنديين. يعود خلاف بوتين مع الغرب بشأن أوكرانيا إلى 3 عقود في الأقل، إلى 90s القرن الماضي، عندما كنت أعمل مراسلاً في موسكو وأتنقل في كل أجزاء أوكرانيا. حين ذاك أدارت روسيا بزعامة بوريس يلتسين ظهرها إلى أوكرانيا، كما فعلت أيضاً مع معظم ساحتها الخلفية، حينما كانت تركز اهتمامها على تطوير علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وألمانيا. مهما حدث الآن، فقد خسرت روسيا بوتين أوكرانيا، بل ربما يكون التهديد بالغزو قد ساهم وحده بدفع معظم الأوكرانيين نحو دعم طلب بلادهم الانضمام إلى حلف الناتو. إذا كان الأمر كما أظنه متعلقا الآن برغبة بوتين بإجبار الولايات المتحدة وأوروبا على التفاوض على اتفاق أمني جديد، وذلك أن بوتين يحب الحروب النظيفة والسريعة تماما كما تفعل الولايات المتحدة، والغزو الروسي لن يكون لا نظيفا ولا سريعا، فإنه في هذه الحالة يجري المفاوضات من خلال فوهة البندقية. ويضيف الكاتب: لو كنت مخطئا وتم الدفع بالدبابات إلى داخل أوكرانيا، فلا مفر من أن يتساءل المرء ما إذا كان هذا الوضع مما لا يمكن تجنبه أو تداركه، وما إذا كان الأمر قطعيا إما أسود أو أبيض. هل كان توسع الناتو شرقا عملا حكيما؟ إذا كان كل ما أنجزه هو نقل خط المواجهة إلى الشرق قليلا، هل أفضى ذلك إلى تعزيز الديمقراطية أم نجم عنه إشعال حرب أهلكة؟ قالت صحيفة التايمز في تقرير أعده ريتشارد أسشيتون وجين فلانغان إن قرار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سحب ما تبقى من قوات في مالي يعني ترك البلد في عهدة الجماعات الجهادية ومرتزقة بوتين. فرنسا تنهي أكبر عملية مكافحة للإرهاب مستمرة منذ سنوات عدة، ومخلفة وراءها مساحات واسعة من الصحراء للجماعات الجهادية والمرتزقة الروس. في حين ألمح وزير الخارجية الفرنسي جان نيف لودريا بأن آلافا من الجنود سيغادرون، وسيصدر الإعلان الرسمي في أيام قريبة نتيجة للخلاف المتزايد بين باريس ومستعمرتها القديمة. ويخوض آلاف من الجنود الفرنسيين مواجهات مع مقاتلين ينتمون إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة منذ عام 2013، وذلك بعد محاولتهم السيطرة على العاصمة باماكو. وبرغم الجهود الدولية المتعددة والأمم المتحدة، فإنها لم تستطع القوات المحلية والأجنبية السيطرة على العنف الذي انتشر في الدول القريبة، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين بحسب التقرير. وقتل فرنسي إلى جانب 9 أشخاص بهجوم على المتنزه الوطني في بنين قبل أسبوع، حيث تحرك المسلحون الذين يتبعون لجماعات جهادية من الجنوب باتجاه الشاطئ. في الوقت الذي تزايد فيه العنف، فإن المشاعر المعادية لفرنسا في تصاعد مستمر.
وأثر انقلابان متعاقبان في جمهورية مالي بالعلاقات الدبلوماسية، وأغضبت الطغمة العسكرية الحاكمة فرنسا عندما طلبت المساعدة من شركة التعهدات الأمنية الروسية فاغنر، وهي الشركة المرتزقة التي أرسلت مقاتليها إلى دول إفريقيا والمرتبطة بالكريملين. وفي الوقت نفسه أجل فيه العسكريون الانتخابات. وفي العام الماضي شارك البريطانيون في عملية عسكرية إلى جانب القوات المالية وقتل فيها 2 من المسلحين. قال مصدر عسكري بريطاني ساهم في عمليات حفظ السلام التي تعرف بمينوسما إن مغادرة الفرنسيين تعني صعوبات في مواجهة تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى والجماعات الأخرى. بريشها الملون اللامع ومناقيرها الذهبية دخلت دجاجات أول منافسة من نوعها في ليبيا على لقب ملكة جمال الدجاج في العاصمة طرابلس. أقيمت المسابقة بهدف اختيار أجمل دجاجة من حيث الشكل من السلالات المختلفة، واجتذبت المنافسة عشرات المشاهدين الذين كانوا يلتقطون الصور التذكارية ومقاطع الفيديو للحيوانات وهي تقف مزهوة بجمالها داخل الأقفاص. تقام المنافسة بمعايير صارمة، ويتم الحكم على الطيور بناء على اعتبارات بينها اللون والشكل ولمعان الريش وحجم الدجاج، وتتراوح أسعار الدجاج الزينة بين 50 و 800 دولار، وترتفع أسعار الدجاج الفائز بالجوائز. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.